من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على خير خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيتما يستمع كل مدينة تبعنا البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم وتمتكم خديجة بن راس، مربية ديوان مؤسسة الشباب ورقلة. أشو يعني خاكم السيولة شكل موضوع ما كنقار خطير وما كنقار ضروري، سيرتو الأونة الأخيرة يو يكتروا غلب انت التسول. التسول يعني نقارس دار قنط إطلاب، يعني معناها الإنسان أبيض أنه أتزلفش بحال كيميتنا بس كشوشة. يعني انت ما كنقار ربي سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يعني العمر وين كبير الفقر، ما كنقار العيب كل ميدن، يعني لن ما كنقار الفقراء رب العالمين يقول ميدن طبقات، لن فقراء لن اغنياء، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني انك ما كنقار في الجنه اقرب يعني اغلب ميدن جنه كل ميدن الفقراء الى نكشين. الصحه والو ليس معناها محالك، يعني نقارب اللي الفقير اي في الغني، العكس يعني انك النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن قوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. المهم خاطر شو لاصه الظاهره، اولا الظاهره يون التسول نطلب انت لكن قارديك الظاهره اجتماعيه سلبيه تقريبا تتعادى شي كل دول. الظاهره يعني تدرس الفرد المجتمع، الظاهره يمكن قال شي يعني كرهيت ربي سبحانه وتعالى كرهيت النبي صلى الله عليه وسلم وشي وتستاهل، خاطر لا يعني الفقير الا الفقير الحقيقي ولا ما يطلب، معليش عنده الحق قد يطلب، ولكن المشكله انه ساعات حد يكشف انت تفضل يطلب يتقيمات بلي الفقير. يعني ما كنقار دا حتى اللي مدني لا نطلبن تلاحظ يعني ديك بعض الوسائل، اما تداوي مثلا طامطوطي دا غزتي ويك ناز وداك الشيء شاكين يدمي شيني يعني ويج مالاتك شاتيني انت دير الدوره ماشي الا معوق انت لاباس عليه، اني مثلا يعني انت في يعني تحكي شغل حكايه مدني داعش مدني بلي ويكش ولا ما تاخذيش ويكش انت تكركاش، يعني تيني كل الطرق يعني ما كنقارو البهن. لان بعض الاغلبيه الفقراء يعني كي شغلوا غير الحرفه ما كنقرا ماشي يطلب الحرفه دا، يعني خشيت هنا قبل لي اي حاجه ربي سبحانه وتعالى في القران الكريم النبي صلى الله عليه وسلم يشيو فلاش دا، يعني نغري شني الحديث برك النبي صلى الله عليه وسلم شاو نس ظاهرا ما كنقرا نطلب التسول. اولا يعني حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسال الناس حتى ياتي يوم القيامه ليس في وجهه قطعه لحم. يعني العياذ بالله تفسير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم انك يعني كشغل الانسان اللي طلب انت ويستاهل بحالك ميدنا شوش انك يعني يوم القيامه العياذ بالله يعني اي شو نمشي طوطال، يعني كيش غادي يتعدى ونغشي في المارتود مش نغشي حيت يعني شي اهل يعني يوم القيامه ما كنقارش ما يكون يعني ما يتغن اشي خاطر يكون ويستاهل انه وادي يطلب يكشف انت يطلب سميدنا. الحديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لئن ياخذ احدكم حبله فياتي بحزمه الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له ان يسال الناس اعطوه او منعوه. هناك النبي صلى الله عليه وسلم ما تيكن حد كاع ويكشي ما ادي بي صغار يعني الحطب قارشي صغار ادي بي صغار نتني قنتني زنز البلاصه يا غيدري من ادي شكو كلتها واش كيفاش ياودت لبس كيد الحد دا، يعني ممكن هادشي وسط ظاهره التسول نطلب انني متى الاسباب اكيد يعني كل ظاهره نفس الاسباب. اولا يعني تقسمتني الى اسباب نفسيه واجتماعيه واقتصاديه. اولا الاسباب النفسيه يعني على سبب التسول، سبب نفسي او الاول انت يعني ما كنقار شعور الانسان بالكسل، لان بعض الميتين الغش يتعب الغش عندي 208 زوان يخدمين 7 ونص زوان يخدم 4 ونص يخدم يعني خشد عادي قيم غرش انت يعني بحال كيتشاج دريم لدرجه انه ميدني لا نخدم لا تزود تطلب سيشن ولكن انت ويغش يتعب. والسبب الاول، السبب الثاني التوكل، خاطر الا الدين الفرق ما بين التوكل 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 يعني الانسان يتوكل على ربي سبحانه وتعالى، ولكن التوكل انه يعني ما كنقر الانسان اديني بلي القيمه ربي رحمته ربي يرزق ربي انت تولي ديك الاسباب انك يعني لازم تاخذ الاسباب النبي صلى الله عليه وسلم بس كد ربي كرزق. الا كذلك السبب الاخر وهو الادمان على المخدرات، يعني ملي الانسان يقول بريد المخدرات دون معناها لازم حكت يحتاج يدري منغل ما يحتاج يدري منغل معناها لازم التسول، يعني لذلك مبني لان المخدرات معناها يتعرض ما كنقار نطلب شميدن. كذلك سبب اخر انت كنقار يعني
عدم توكل على الله سبحانه وتعالى. يعني الانسان اللي يتوكل صرب الله بعد كشبن اتى تفريج ديال شي كشب غرش نكشب، ولكن دائما بدا به يخشى ديال غني لا نفس المدن، يعني يخشى يطلب يتكدا ودي فقر. دا يعني الانسان اللي يتوكل صرب سبحانه وتعالى تبدا اسباب نفسيه، اسباب اجتماعيه، عدم وعي المجتمع بخطوره التسول. المجتمع اللي مارو مثلا مثلا بك الجزائر بصفه يعني خاصه كعينه، المجتمع الجزائري التسول اكثر، يطلب اكثر، بحال كما تزود نبلاصه، تزود نتيحونه، تزود نخوخه، تزود تد المتسولين في كل بلاصه. ولكن ولي قلت قلنا ويتغير بحال كيدقق التغيير، يعني عادي المتسول الا واش يتشاش الا واش يجاوبك الاجابات زوفي باش المهم متسولين اكثر. المفروض انه دولتنا تدقق الحلول، تسقس المتسولين، تعاقبين اضرين، المهم محتاجين التسول سنتنا. الى سبب اخر انتشار الفقراء في بالانقار في العائلات، الفقر في العائلات، الفقراء في العائلات، ماشي مدى بينا يعني الشباب نايلا مقبلين على الزواج. اسمي نيك نقطه مهمه جدا، لازم تضمنهم المعيشه، لان يمارو الشباب نساعات دار تدارين تزوجن تكشف طنطو تكشف تروه، ولكن نصاص المصدر المعيشه داوي نصاص مالي خد الشيء في داري من معنى هذا. يعني اذا كان الامر هذا يقول شي تشمو ديال ديك الناس عاد يطلب، لذلك ماشي مدى بينا يعني سيرتو الاولياء مبادئنا لنا تروي نكون ديما حطمت انا نخش نخدم والقار شي القار يعني باللي مثلا طنطو ما تيشي هذيك الزاب سكات تطلب الزواج متى ويخدموا هذه المشكله ممكن يدير في خدمه، بصح لازم تضمن انت خدم، اما تخدم حر اما تخدم بالدوله، بصح يعني كثرت دار 8 صف المصدر المعيشه سكين غير في الكاسه الدول معناها الاسره تتعرض للفقر. سبب اخر باكي قار عدم دفع فريضه الزكاه، هو يعني ممكن يعني سبب ديني بحال الزكاة. ربي سبحانه وتعالى القرآن الكريم يوصص الزكاة الأغنياء أدوسن الزكاة، يعني كل عام يحال حول الأموال شن شدري من شنش شن الزكاة الفقراء، ولكن شن نظر المجتمع الأغنياء ولي تشن الزكاة التجار نتحونا ولي تشن الزكاة ميدنكش من يتلون ولي تشن الزكاة، لذلك الفقراء أكثر. سبب آخر انتشار البطالة وعدم العمل، يعني البطالة أكثر وغلب يمارو، يعني المجتمع الشباب يعني بكري يعني شي مثلا تشوف منطقة ورقلة سوارقة مثلا كون كمجتمع يعني يضرب به المثل، كون شبابنا لا شي ما كاع تكتب دي خدام، لازم يدعم يا لازم يدي يخدم اي حاجه، دا فلاح دا نجار دا يعني لازم تزيد في القوت اللي ما كنقر اليوم. ولكن يمارو الشباب يعني لا نغض الفرص اللي يخدم ولا ولي يخدم دولت نغش لبعض الفرص الاخرى، ولكن ندي يعني كيش نختار نكسل بعدا كاينين لا شي يخدم. كذلك غياب التكافل الاجتماعي في المجتمع، كذلك هذا من بين اسباب انه المجتمع يعني غائب التكافل الاجتماعي، كل واحد يتفكر غير تديش الغني ويتفكر ويتفكر الفقير، الجيران مع بعضهم ممكن تجي تعشى هذه فطره ديك اللي الزبل الجارش ممكن يمشي مع على بالوش به، يعني ماذا بينا ندول التكافل الاجتماعي بس كان يدير الفقر. كذلك الحروب مثلا السينما رو يماليين، يعني مثلا بدنا نشوف شوارقر يماليين كثر نوارقر اش متى يعني ربما الحروب يمزدغ شندون ماشي كذلك دولتنا واش تلقى الحل، يعني ندور كل مره تنهجر نتعاود ندول معناها يعني دا معناها كثر يصبح التسول، لا يعني لا اسباب اقتصاديه انت ممكن قار الغلاء المعيشه تغلى، يعني شفتو جاماتو الخضر تغلى لي دامي غلى مسكين ممكن قار الموظف البسيط الا يتخلص دروش ويجمع مسكين هادو اعشاك تتخيل كنو يكشف كاع المدخول، يعني معناها يعني غلاء المعيشه بين اسباب دخل ضعيف. كذلك اذا واش اذا خدامي لا نستفاد مسكين يتخلص يعني ولوين مؤخرا تلقى نحل ان شاء الله انك ما بين ياماتو كنحل اصحابي تخلصنا 500000 ان شاء الله هذا الرسم، يعني تو ما كنقار بشرة خير لا نبيد نتخلصنا 500000 رب اسره يتخلص 500000 ما كيخادي يعني يا عالي نقوم شدون معناها يعني الدخل ضعيف مشكله. كذلك اللي كان سبب وضد عدم معرفه اداره المال توم اكبر المشاكل، يعني ممكن وليك يتخلص 6 ملايين 7 ملايين الشهر اذا كان ويكشف اداره المال وشي ما كيخادي شي يقول يدري منش معناها مشكله كبيره. إذا مارو أنزواني قلنا ممكن قارئ عنصر أنت ما قبل الأخير علاج التسول، العلاج التسول متى؟ أولا ترغيب المجتمع في العمل، لازم نخدم لازم نحط القوم ناس يخدم، لازم حتى يلاقي الحديث قارننا دعاء قارننا لصاص نكثر الشيش، إني اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. كذلك سبب آخر يعني العلاج آخر خلق فرص للعمل، ماذا بينا نخلق فرص للعمل، ماذا بينا التعاونيات، ماذا بينا العمل الحر، ماذا بينا كل يعني هيئة نغرشي ما كيقار مشروع عيني تيقول يعني ماذا بينا الشباب
تنشجع انه ما تخدم الدولتين، تخدم في كيلقى مؤسسات خاصه. اذا كان سبب ضمن دور الجمعيات الخيريه في التكفل بالمحتاجين، كذلك الجمعيات نشي نمارو العدد الجمعيات قريب فايت مثلا يعني غير مثلا ورقر ممكن نشينا العدد كل فايت 200 ولا 300 جمعيه من الزرط نتقارد ما شاء الله، حتى الاهداف نشي نتقارد ما شاء الله، ولكن بتزود من ناحيه التكفل بالمحتاجين سيرتو الجمعيات الاجتماعيه لاش يعني تكفل صراحه، يعني نقص غلب ماذا بين التكفل من طرف الجمعيات. كذلك فرض عقوبات على المتسولين، الغود يعني ده الامر ندولت لازم نعد العقوبات، ما تنحدوهم متسول الا يستغل ميدنا الا يدري من بين الفقراء محتاجين يدري من اتنعقب، يعني اذا تعقب. كذلك تحريم ظاهره التسول يعني تو ضرب سبحانه وتعالى حرمته ونشين ذاك القادر بالعالمين يحرمه. اخر عنصر انت نتائج التسول على الفرد والمجتمع بحال كيما ممكن يقد حدث لك ني متى ميد مطلوب نوم بعد طلبنا نطلب ما في حتى مشكله دايت لك المشكله تجعلك اولا ظهور الاخلاق والسلوكيات ضاره في المجتمع مثلا، يعني تزار الفساد الاخلاقي يتزار بسبب التسول. كذلك يعني لا كذلك حرمان الاطفال من حقوقهم، البعض نيد بابا ديالنا الناس تعمل حتى نقوم نشن انا نطلب اني الله ميش لابس على تيتك معوق، يعني توقع معنا حرمان حقوق الطفل، يعني نتضرر الطفل بطريقه غير مباشره. كذلك سبب اخر عدم ذهاب المساعدات الى مستحقيها، يعني شي ماذا بينا المجتمع دعت متوازن دعت لس الفرق ما بين الغني والفقير، يعني ما تلقى الفرق غير طفيف، ولكن نمارو ننصر المجتمع يكون طبقه الى كنت حد فقير فقير جدا الى كنت حد غني غني جدا بسبب مثلا ان ممكن غني ما خديش المستحقات الفقير اديف لا شيء. ودمتكم خديجه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.